وكمان اسمحوا لي هنروح الأردن، يعني انت معانا في قلبنا يا لانا، بس هنروح الأردن بصحبة شاعرنا هلال شرفات اللي هنسمع منه برضو يعني كيف تأثر وماذا كتب وماذا قال. أهلا بيك أستاذ هلال. يا مرحبا ويا حي الله، أهلا وسهلا فيك جميع، ونشكركم على الاستضافة الطيبة، ويا هلا ويا مرحبا. كلمنا عن يعني ما تقوله في إعداد الشعر وما تأثرت به وما كتبته. نعم أختي، الشعر الشعبي، الشعر النبطي هو يعتبر إحساس، يعني هذا الإحساس تشكله البيئة، تشكله الظروف، تشكله أحيانا الأحداث بهالدنيا، فكل شيء تأثرنا فيه كشعراء، من بيئتنا، من أهالينا، من عاداتنا، من تقاليدنا، من مخالطتنا كمان مع الناس، اجتماعاتنا، فهذا الشعر هو عبارة عن خلينا نقول تجمع بئر عذب أو نهر عذب يستقي منه كل من أراد يعني أن يشرب الماء العذب. حقيقة تتحدث بروحية البيئة، هذه البيئة الأردنية البدوية، وكثير من التفصيلات المهمة. في بعض الأحيان نسأل الشاعر لديه كم كبير من القصائد، نقول بما تتجمل من القصائد، أي هي القصائد اللي تتجمل بها من نصوصك الشعرية، وإذا ممكن نسمع منها شيء. أقول لا جاي عاتبني وهلت عبايده، وأنا عذابي لابدت لي سرايره، ريانة مرت على الخد توها يدوبها من منجم الدمع فايره، مثل اللآلة طرزت فوق جيدها تروي حكايا مات كنه ضمايره، يا مولعت قلب المعنى وقربته صبرا عسى المولى ينزل بشايره، قلت تركين للمنابر وهقوتي مدام جنحاني مع الريح طايره، الموسم اللي راح جرحي وحسرتي باقي هواجيسه على القلب فايره، سريتها وخفيتها داخل الحشا ومن يومها في ثومه الروح غايره، جهزت لي غيدا تناشت مزونها عنقا فلا فكت الغيريه زرايره، تاخذ من البيدة سنواه جضية وتاخذ من الليل المسدل ستايره، ريميه يقري مع الريح قدها، لا هي مخطوبه ولا هي بايره، من دونها وسمي وقسمي وغايتي اللي تحيرهم ولا هي بحايره، اسرشتها من جوف صدري ومضغته، من لامها دامح على الموت غايره، من لامها دامح على الموت الله غايره. الله صح لسانك. الله لسانك. انا بس بدي انوه يعني قبل ما اشكره انه شاعرنا الاردني المتواجد معنا واللي سمعتوه الان على الهواء هو من بيئه بدويه. فالبيئه البدويه الاردنيه عندنا زاخره بالشعراء، حتى عندهم مشاعرهم واحاسيسهم الرقيقه جدا، ولو انها الصحراء والبداوه طبعا احيانا تكون الصحراء قاسيه، لكن انتجت شعراء عندهم من المشاعر الدفاقه. فكل الشكر من الاردن للشاعر الاردني اللي بنعتز فيه هلال الشرفات. الله يطول عمرك.